FM. الكلمة ليك. الانترفيو دو جور. الانترفيو دو جور. شبابي مرحبا بك. مرحبا بك. شو أحوالك؟ الحمد لله. سافا لاباس. مرحبا بكل مستمعي كاب اف ام وولاية نابل الكل. جوست تصحيح، نبيل الشمك عضو المجلس الوطني. الشمك. سامحني الشمك. عضو المجلس الوطني. عضو المجلس الوطني مش التنفيذي. الوطني. زدت صغرت شوية أنا معناتها. باهي مرحبا بك سي نبيل الشمك. دونك نحكيوا على اجتماعكم البارح، اجتماع المجلس التنفيذي والوطني البارح. التنفيذي. التنفيذي دونك لي افاق تونس، ونحكيوا على احداث، واحنا نعيشوا على واقع احداث نتاع تحوير وزاري وانتخابات بلديه وعوده سياسيه في الحقيقه سخونه بالكدا. دونك شنو مخرجات الحوار الاجتماع نتاعكم مجلس التنفيذي؟ هو قبل ما نحكي على مجلس الاجتماع المكتب التنفيذي، صار قبل هذاك اجتماع المجلس الوطني اللي داولنا فيه مع معناتها كما نقولوا احنا برلمان الحزب، التوجهات العامه للمرحله القادمه. دونك باش خرج هذا، قلنا انه اليوم كان فما معناتها وضع سياسي اللي فيه نوع من الغير، فما فيش توازن يعني سياسي، خاصه بعد ما ناس كل شفنا التحالف الاستراتيجي متاع النداء والنهضه. فاحنا عملنا وقفه تامل، قعد المجلس الوطني وقلنا اللي اليوم يلزم معناتها نخرجوا ببعض التوجهات العامه اللي هي تتمثل في ثلاثه حاجات. اليوم شنو الحاجه الموجوده؟ انه فما الحرب على الفساد، يعني احنا كحزب الحرب على الفساد بالنسبه لنا هي اولويه الاولويات. دونك اليوم الحكومه قاعده تقوم بعمل كبير في الحرب على الفساد، فالمجلس الوطني قرر انه مش يدعم التمشي هذا، لكن باش نجموا ندعموه يلزم يكون فما اليات. دونك الاليات هذه يلزم يكون نرجعوا للزابيس نتاعنا. احنا شنو عندنا؟ وثيقه قرطاج. وثيقه قرطاج فيها العديد من المتداخلين، العديد من الاطراف، فقلنا انه توسيع دائره الحكم مع المجموعه هذه يعني هي تكون تساهم في دعم الحكومه ودعم التوجه اللي مشت فيه الحكومه نتاع سي يوسف الشاهد. الحاجه الثانيه، الحرب على الفساد ما تنجمش تكون كان في اعلى سلطه، خاطر الحرب على الفساد هي من الفوق وزاد في القواعد، والقواعد هذوما اللي هم متمثلين في الادارات، متمثلين زادا خاصه في البلديات. وما ان عندنا استحقاقات توجيهاتنا الاستحقاقات البلديه، فقلنا اليوم زادا يلزم يكون فما احنا كحزب افاق تونس ماشيين ديجا للانتخابات البلديه في جبهه تقدميه، يعني نحبوا نكونوا معناتها متواجدين في البلديات الكل، لكن نحبوا نكونوا متواجدين مع العائله اللي عندها نفس التوجه تشبهنا. فقررنا انه مش تكون فما جبهة انتخابية للانتخابات البلدية كبيرة، فيها حزب أفاق تونس، فيها الأحزاب اللي تشبهنا، فيها المستقلين، وفيها زادة. ربي سامحني احنا نقص عليك بالعسل، شكون الأحزاب اللي تشبه لكم؟ خاطر التو معنا قائمة معناتها الأحزاب اللي تشبه لكم. نسمع كان أحزاب تشبه لنا، أما شكون اللي تشبه لكم؟ هو تو احنا مشينا في مشاورات معناتها. أي عندنا برشا نسمع في المشاورات. إن شاء الله. شنو مخرجة المشاورات؟ الأسبوع القادم باش تخرج معناتها، خاطر مبدئيا شكونوا؟ الظاهرة معناتها هما الأحزاب اللي عندها نفس التوجه. قولي شكون؟ شكونوا الأحزاب؟ نحب نقولوا أنه اليوم القائمات نتاع أفاق تونس مش تكون منفتحة على الطاقات اللي كسوا مستقلين وإلا أحزاب وإلا معناتها المجتمع المدني. خلي المشاورات، قد ما نجمش تو نعطي معناتها أسامي. مع شكون تتشاوروا اليوم؟ اليوم معناتها نتشابهوا مع الاحزاب، اللي بعض الاحزاب تتر اللي خرجت زاده من نداء، معناتها فما اللي احنا نشاطروه. ما تنساوش احنا عراول كي دخلنا معناتها في الحكم على باز، يعني دخلنا نداء ربح الانتخابات، واحنا هو على اساس ثم النهضه ثم يعني، لكن احنا شكون اللي ربح الانتخابات؟ ربحت نداء. احنا معناتها كي دخلنا نحكموا على اساس نداء تحكم واحنا معاها في الحكم، لكن بعد تغيرت الموازين يعني هذايا معناتها لازم كله متفاهمين فيه. اليوم فما احزاب كي في نداء خرج على المسار وشفنا هالتحالف هذايا الاستراتيجي، فما بعض معناتها القيادات من نداء خرجت، فيسبوك القيادات هذوما نجموا نكونوا معناتها نتشاطروا معاهم نفس الاراء ونفس معناتها خصم خصمي صاحبي. لا مش خصم خصمي، خاطر راهو شو اليوم ما عادش نجم تحكي في سياسه معناتها فما
كيفاش نقولوا مش عدو لا تفتى في السياسه معناتها فماش عدو فما منافس سياسي. اليوم المعركه هي معركه اجتماعيه, يعني الناس كل تعرف اللي في الانتخابات البلديه اليوم فما حتى حزب ينجم معناتها يوفر 7000 وقرابة 7500 معناتها 7000 حاكم نقولوا مع كونسي مونسيبال مع هذا معناتها شيء معناتها صعيب شويه. فيلزم العائله الديمقراطيه والعائله التقدميه تتحد مع بعضها باش تنجم. وانا نعتبر اللي الانتخابات البلديه هو درس لنا. علاش؟ على خاطر في 2011 شفتوا تشتت القوى شنو عطى. في 2014 بون جاء نداء وقلنا انه باش يكون هو باش يلم وكذا, لكن مالوغوزمون حاد على الواحد وقت تشوفوا شنو السيتياسيون. اليوم عندنا فرصه ثالثه في الانتخابات البلديه, ونقول زاد فرصه ثالثه تعرفش عليه باش نقولها من غير لونغ دو بوا. قبل كان عندنا سكون ابيل ليغوم تاع كل شخص يقول لك انا من راسي تاك انا هو زعيمكم الاعلى ده خاطر على الانتخابات هذا اللي فشل برشا جبهه هذا اللي فشل معناتها. اليوم عندك انتخابات مازال قائم لكن ممكن بها لأنها معناها قاعدة يمكن تبنى على رغبات وتذاكي بعض الأفراد. صحيح. لكن اليوم مش عندك, عندك انتخابات بلدية اللي هي ممكن احنا نقول القيادات العليا واحد كل شيء اللي هي مش تأثر القواعد متاعها ويقولوا يد لابلاس بوغ تولموند 7000 وإيش يعني عندك لابلاس بوغ تولموند. يظهر لي اليوم جاء الوقت انه القيادات هذية تحاول انها تاثر القواعد نتاعها باش هما يخلطوا لك. ما ننساوش راهو لا باز نتاع البوليتيك هي البلديه. راهو البوليتيك هو خدمه الشان العام. وين باش تخدموا الشان العام؟ تخدموا في القاعده في البلديه وقت اللي الشخص هو باش ينتخبك. اليوم راهو اللي باش يترشح للبلديه راهو اصعب منك ترشح لمجلس النواب. علاش؟ خاطر السيد يعرفك بالقدا, انت ولد حومته تنجم تكون قريبه تنجم تكون صاحبه, بده مش يعطيك ثقته خاطر انت وعدته باش تحسن له مثال الشارع نتاعو, وعدته باش تعمل له التنوير, وعدته باش تعمل كما عملوا النواب في مجلس النواب الشعب. لا لا انا اكثر مش كي خاطر مجلس النواب اكثر تخصيص اكثر تخصيص يعني وقت اللي توعد شخص وما تعملوش مش يعاقبك سيستماتيكمون المره الجايه باش مش ما ينتخبكش. اكثر من هكا انت جاري غدوه اذا كان اللي انتخبتك على خاطر مشيت نمشي لك لدارك نقول لك راك انتخبتك وقلت هكا وهكا وانت راك ماكش قاعد تقوم بواجبك. يعني وهذه هي معناتها. سامحني سي نبيل هنا فما 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 شكون احزاب اللي تشاورتوا معهم انتوما اكيد مازالوا فما تململ عندهم في على مستوى الانتخابات البلديه. يقول لك والله احنا شوف احنا راهو ضد الانتخابات البلديه بالمناخ هذا لكن ماشيين في الانتخابات البلديه. فمش كون يقول لك والله احنا ضد تطبيق 75 قانون 75 في الانتخابات البلديه وعدم جهوزيه المجال الجماعات المحليه لكن ماشي في الانتخابات البلديه مع سقمنا وسقمنا. ايش معناتها هذا؟ لازم تتفهم خاطر هو الوضع زاد تو احنا بالنسبه لافريق تونس احنا حاضرين داير احنا انا نعطيك مشروع تونس رايو مذبذب. انا خليني تو تو ولا يتجه الى خليني نحكي على الانتخابات البلديه خليني نحكي على موافق خلينا نحكي على افاق تونس. انا ممثل افاق تونس خلينا نحكي على لا لا نحكي واحنا ما شركين تاعكم. بالنسبه لنا افاق تونس احنا حاضرين, احنا اليوم كحزب متواجدين في كامل الجمهوريه معناتها في المعتمديات الكل, ونقولوا في بالنسبه للبلديات في 60% من البلديات متواجدين. زيد نمشي سبيسيفيك اكثر في جهتنا في نابل وخاصه في نابل اثنين كيف متواجدين خاطر جهتي دونك نعرفها بالكدا وقعد متواجدين وباش نمشيو معناتها على في 7 معتمديات في نابل اثنين متواجدين في 4 منهم وثلاثه مش تخلق معناتها دي سيكسيون بروشينمون باش نمشيو. لكن هذا ما يعنيش اللي احنا ماشيين وحدنا, يعني عندنا لابوسيبيليتي في مناطق اللي ماشيين ممكن نمشيو وحدنا لكن نحبذوا انه يلتحقوا بينا مستقلين ويلتحقوا بينا معناتها احزاب اخرى باش تكون خاطر ماك تعرف ديما في الاتحاد قوه معناتها وخاصه انه اليوم حاجتك راهو في بلديات مش كيما مجلس النواب. مثال ناخذ كان نابل اثنين مجلس النواب عندك 6 مقاعد, في البلديات عندك كل بلديه يا 30 مثل الحمامات 30 مقعد, غرومبيليا 24, سليمان 24, يعني حاجتك معناتها باللي غوسوغ سومان ويلزم معناتها طاقات. وهنا فرصه للعباد اللي تقول لك احنا في تونس عندنا برشا العباد دي اش بكم ما عملتوش. انا دعوه تو للعباد هذم الطاقات المستقله وكذا انهم يلتحقوا يا اما بالاحزاب هذه اللي هي فتحت معناتها ايديها للمستقلين خاطر راهو ساهل باش تقول ما عملوليش ما عملوليش. يا خويا امشي انت واعمل ويجا ادخل معناتها للعمل العمل البلدي وباش تساهم انت في تحسين. اذا كان عندك مشكله في حومتك ما خيرش منك انت تعرفها معناتها. اي لا واضح هذا كله واضح ونعرفه نظريا اللي انتخابات البلديه باش تقضي على برشا مشاكل
ابروكسيميتي نجم نقولوا للناس هو رئيس الانتخابات البلديه درس درس ايه؟ اليوم معناتها درس للسياسيين خاطر اليوم ايه؟ السياسيين تشوفوا قاعدين ياكلوا في العصا الناس الكل ايه؟ ماكمش قاعدين تخدموا كذا يا خويا اليوم جانا درس البلديه باش العباد ديجا اللي تلوم عليك ماذا بها تدخل وتساهم في وهما زاده باش ينجموا ياك سمعت فما اسئله مطروحه بعد اخبار جاوبني عليها ما مدى استقلاليه الناس المستقلين ونعرف واش معناتها مستقل في تونس بين ظفرين معناتها يبدا مستقل من برا من برا من داخل من داخل يبدا شويه هكا عنده اتجاهات ايديولوجيه ولا اتجاهات حسبيه وفكريه مخبيه لا محاله لكن في انتخابات بلديه يظهر كانه مستقل تماما عن الاحزاب السياسيه. اثنين مكافحه الفساد تقول انت تكون اكثر جديه في الانتخابات البلديه فما شكون يقول لك انتخابات البلديه هي معناتها تصدير لمشهد الفساد الوطني في الجهات. وثالثا يقول لك نفس المنظومه الانتخابيه موجوده في انتخابات البلديه ما تنجمش تحكم وحدك ولازم تحكم مع عباد اخرين وهكا فما تعتيل نتاع قرار بلدي ونرجعوا عادك المعبوك هذيك نتاع نظام الحكم وهذا تبعني وهذاك مش تبعني والفساد على مستوى وطني واللي يستشري على مستوى جهوي. بعد الاخبار باش تجاوبني على مجموعه الاسئله هذيا بيان سور اسئله مطروحه الناس الكل تطرح فيها بيان سور بعد الاخبار هنا رجع. مرحبا بك مره اخرى ومدير الحمله الانتخابيه سابقه لافاق تونس مرحبا بك مره اخرى في الكابوتشينو. دونك قبل الاخبار حكينا على المنظومه الانتخابيه الانتخابات البلديه والقانون الانتخابي اللي ميخلي حد يحكم ميخلي حد ياخذ قرار ميخلي حد يعمل اصلاح على مستوى جهوي ومحلي. كيف لانتخابات بلديه ان تفرز مجالس محليه وبلديه تنظر في مكافحه الفساد وتنظر في الاصلاحات البلديه وتسد الحفر وتعمل القناطر والضوء والتنوير وكذا والحكم في اللاحكم هو خلينا نفهموا ساعه اليوم شنو اللي توعنا ست سنين احنا من غير بلديات نكونوا واضحين نيابات خصوصية ايه من نيابات خصوصية ما عندهاش الصلاحيات الكافيه باش تنجم الناس كل تعرف اللي الغدوه وقت اللي باش تنتخب العباد اللي باش تمثلك ولا باش تحكم هنا باش تكون عندهم الصلاحيات الكامله باش ياخذوا قرارات وباش ينفذوا القرارات هذيك. اليوم بالوضع الحالي ست سنين من غير بلديات والتداول تشوفوا قبل حطينا نيابات خصوصيه هذايا مانيش موافق عليه وهذا تجاذبات سياسيه فيها وكل شيء دونك سي نورمال ما تنجمش تقدم وحتى حد ما ينجم ياخذ ديسيزيون. كل حد يقول لك انا محطوط غادي اخويا ناخذ ديسيزيون مش يقوم عليا فلان يقوم عليا فلتان خلي دونك لو ستاتيكو نقعدوا فيه. غدوه في انتخابات بلديه فما الشرعيه دونك السيد منتخب حتى حد ما ينجم يقول له انت راك ماكش في بلاستيك خاطر تم انتخابه بطريقه معناتها شفافه. بقى انت في سؤالك تلمح زاد الحاجه اخرى اللي هو لي زوتي شنو هو باش تنجم تحكم مش انتخاباتك هاو لازمك زاد قانون معناتها الجماعات المحليه ولازم يكون اليوم صحيح قانون الجماعات ماهوش حاضر لكن نذكر بحاجه القانون الجماعات راهو حاضر من من فيفري الوزاره قد حضرته وزاره الجماعات المحليه صار فيه مجلس وزاري وتعدل البرلمان. دونك انا دعوه اليوم في هالرونتريب يلزم المجله يتم المصادقه عليها على خاطر تعمل انتخابات بلديه من غير من غير قانون 75 شو هو شو يقول لك هما بعض الاخرين شو يقول لك؟ يقول لك يا خويا ما نعطلش انا الانتخابات خليها لو طون اللي يحضر معناتها يقول لك قانونيا نجم نعملها لكن عمليا يلزمك المجله تكون حاضره على خاطر المجله نتاع 75 المجله هذه معناتها فيها الاخرى مجله بعض القوانين اللي معناتها كي بلوك معناتها ماهيش حتى دستوريه فهمت دونك احنا اليوم الوزاره حضرت معناتها الجهاز التنفيذي حضر وعند البرلمان يا خويا الكره عند البرلمان في الرونتري يعملوا جلسات استثنائيه ويحاولوا انه سيراد المخر يقول لك معناتها ليست نهايه العالم اذا كان ما تمش هذيك خرجت المصادقه على يحسب على كلامه لا صحيح يحسب على كلامه لكن لازمك انت خرجت من السياق نتاعها وهي فرصه وهي فرصه هو معناتها وزير من الحزب نتاعي هو كي قالها دون ان كونتكست يعني راهو ما نعطلوش الانتخابات البلديه يعني الدات اون بو لا مانتونيغ مش لازم تتوخر والحاجه الاخرى كي قالها لكن هو دغيغ محضر روحه هو محضرها المجله يعني هو خدمته خادمها المجله حاضره وهي الان عند مجلس النواب
دونك الدعوه انه المجلس النواب انه يسرع في الروح. اما لو كان ترجع للواحد راي معناتها ما بتعرف ان شاء الله يصدق عليه فصل فصل تاخذ لو كونتكست تاخذ الاكستري وتقص وتقول ايش نهايه العالم يمكن تقلب في نفس الكونتكست. اما انا نعرف معناتها سي رياض المؤخر هو وزير في حزبي ونعرف توجهاته ونعرف معناتها بالعكس هو الليفور اللي تحط معناتها في المجله ان شاء الله مش الحاميه خليت قد يدفع عليه ولا حاميه الحزبيه هو شو ورد بالك تنكر قولوا فما منها هو راه الحاجه الاخرى نحب على ميم اوكازيون خاطر راه ما فيهوش معناتها هذه راه ما يقومش بها رياض مؤخر وحده والا الوزير وحده. يعني نحب شكر خاص لهيئه مرافقه المسار المركزي اللي تراسها السي مختار الهمامي اللي قامت بعمل معناتها جبار اللجنه هذه. يعني راه اسمع راه كي تقول هذه راهي خدمه نتاع فريق راهو خدمه نتاع اداره إيه اكيد وزير هو معناتها يشوف على فرق وزير هو يدز باش انها تصور يصيروا في الاداره ويوفر الظروف معناتها. انت يعني انجينير انفورماتيك وإذا كان نعمل شوية هكا مقارنة معناتها كيفاش نجم أنت تخدم بلوجيسيل قديم وتعمل ميزاجور لزابليكاسيون جدد مش تبلانت السيستم صحيح هو يزم ديما دير ميزاجور تي بها ونحكي باللغة الرقمية يتبلانت السيستم يقول لك ما يمشيش ما معناتها تدخل الحرف ما يقول لك ما نعرفوش الحرف هذا معناتها كيف قانون 75 تمشي به انتخابات بلدية في تفعيل للباب السابع في اللامركزية والديمقراطية المحلية بقانون 75 اللي قلت انت تشوفوا معناتها شوائب لا ديمقراطية شوائب قديمة معناتها ساكل الحكاية معاك على طول خاطر لا ساكل با لكن هاني فسرت لك شنو هي وهنا نرجعوا للبعض معناتها بعض معناتها الاطراف السياسية تقول لك اسكو احنا حاضرين ولا لا للانتخابات. دونك هنا هذا هو السؤال معناتها سؤال هل نستناو انه معناتها القانون يبدا حاضر ونعملوا الانتخابات والا اومانتيان لا دات ونقدموا. يعني فما اربيتراج افير اللي حبيت نبينه لك انه على المستوى التنفيذي راهو المجله حاضره توا عند البرلمان يلزمو يسرعوا وسي فيزابل راهو كان لا فولونتي بوليتيك موجوده خاطر عندي شحال فولونتي بوليتيك موجوده تعمل دي ليجين تعمل جلسات استثنائيه وتصدق عليه معناتها ماهوش سي لازم فما برشا حسن نيه في الموضوع بتاع البلديه ولا لازمنا نفعلوا الباب السابع وكذا ونمشيوا للديمقراطيه. انا عندي راي معروف انه البلديات لا تملك معناها الميزانيه الكافيه لتغيير حياه الناس هذا واحد. ثاني حاجه فصل 148 من التوطئه من الدستور يقول انه ما تجرى الانتخابات كان تحضر قوانينها وهناك استحالة مادية إذا يخدموا الناس ويحطوا لهم فروشات في المجلس أنهم يعديوا القوانين في تاريخ 17 ديسمبر تكون حاضر هذا غيره. اثنين دخول انتخابات بقانون أعدة في دولة كانت فردية وكانت مركزية وكانت بلدياتها معروفة وكانت إلى آخره تاع 75 يعني نوع من سباق سياسي أكثر منه خدمة الناس وخدمة المواطنين. فأمام كل هذه الظروف ونحن نعرف أنه البارح تعملت ندوة صحفية وثم بعض القوى المجتمع المدني اللي هي أكثر حياد وأكثر مصداقية معنا قالت رأيها قالت أنه اليوم أصبحت هناك شبهة متاع يلا في سعي يلزمني نعمل انتخابات بلدية تهيئة لانتخابات تشريعية وإلى آخره رغم أنه الماء سيكذب الغطاس أنه انتخاب الناس باش ما يأدوش مهام ترفع من مستوى السكان وترجع الأمل وتخليهم يقبلوا على التشريعية باش تكون حتى اللي حاسب حسابه أنه هو باش يخدم بها التشريعية ويفك بها التشريعية باش يكون فياسكو. إذا ما عطيتش حد شيء وما سكرتش الحفر وعملت تنوير وعملت بيئة حلوة وعملت حاجة واليوم عندك الضريبة العامة ميزانية ناقصة واضحة يغفق يشخر ما تنجمش تعطي الدولة للبلديات أكثر من اللي ممكن تعطيه للنيابات الخصوصية أولا. ثانيا ما ثماش إمكانية جيبية محلية أخرى توظيف معناها ضريبي على الناس خارج التوظيف الأصلي توظيف آخر للبلديات وبالتالي هذا سيكون انعكاس تاع إحباط عند الناس. مش صحيح أنه إذا ما عملناهاش معناها الناس مش تهيج ومش كذا البلديات قاعدة تغفق توا وهاني قاعدة تمشي ومنها معناها 80% ياخذوا من الميزانية العامة اللي هي قاعدة تصب للصناديق الاجتماعية وتصب لرأسمالة البنوك وتصب للدين الخارجي وتصب إلى آخره. فبالتالي الكرنفال اللي معمول هذا على البلديات فجأة
وكأنه نحن يلزمنا شكليا وإجرائيا نكملوا الباب السابع من الدستور باش نكونوا معناها قمنا بالواجب. المسألة مش قيام بالواجب، المسألة إفكاسيتي، والمسألة نجاعة، والمسألة ماذا ستعطي هذه الانتخابات بالضبط. اليوم أصبح أنا اللي راقب فيه أنه النهضة شادة فيها على طريقة أردوغان، تقولك ناخذوا البلديات نشدوا بها التشريعي، وبعض الأحزاب الأخرى يقول لك إذا كان نتكلم نقول ما هوش وقت تو، ما حضرتش القانون وغيره وغيره، تو يقولوا ما عنده حد شيء وحزب صغير، دونك خليني نقول راني جاهز وراني باش نقهر وراني باش نعمل. فالكرنفال هذايا اللي قايم ما في حد شيء في خدمة الناس، التوجهات اللي موجودة ما يفكروش في خدمة الناس، الناس كل تفكر البلديات باش تعطيني بعدها كيفاش باش نكون. هذا على مستوى الأحزاب واضح به، معناتها في علاقة بالتحويل الوزير وانتخابات البلدية كما قال العاكرمي. أنا هذا تعمل برشا على البلديات في انتظار تشريعية ورئاسية، وربطت النهضة التحويل الوزاري بالانتخابات البلدية، قل لك الانتخابات البلدية ثم توسيع شامل للحكومة. انتوما في المجلس التنفيذي معناتها شنو رايكم، وين البوصله، واحنا كاب وين معناتها في هذين تخالفوا مع النهضه، معناتها بخلاف جوهري، خاطر من روش عليه شحش مدخل معناتها التحوير الوزاري في الانتخابات البلديه. يعني شنو باش نعمل تحوير وزاري تو نرقع به ومن بعد الانتخابات البلديه حتى نشوف قوتي شنية وكذا، نعاود سي دو بروسيسوس ديفيرون. معناتها نعطيك انا مثال في فرنسا، نستخدموا الفرون ناسيونال، معناتها ربحت الانتخابات البلديه ما جيناش قلنا هيا برا نعملوا تحوير وزاري واعطينا كذا. دونك هذوما دو بروسيسوس ديفيرون. اليوم احنا كافاق تونس نراو انه يلزم ساعه، اول حاجه التحوير الوزاري هي من مشمولات رئيس الحكومه، هو بالتشاور مع رئيس الدوله. احنا قانونيا دونك، لكن في المشهد السياسي وكواليسه فما حاجه اخرى. باه نعطيك شنو احنا الكريتير نتاعنا اليوم. من واجبه انه رئيس الحكومه انه يعمل تقييم لحكومته ويعمل تحوير بالنسبه لنا يكون شامل، ما تنجمش ترقع، معناتها الترقيع راهو سياسه الترقيع ما تنجمش تقدم. شنو نجم يكون؟ انت اليوم عندك حرب على الفساد، دونك الحاجه الاولى انك يلزم العباد اللي باش يكونوا موجودين يلزم يكون عندهم نظافه اليد وما عندهمش ما يجيوناش دي سوربريز. معناتها كيما ثاني حاجه الكفاءه، من بعد كفاءه اجماع يقول لك كفاءه وتكنوكرات واحنا لا تو حزبي، راهو كفاءه وحزب ماهوش مخربات، نجم تكون كفاءه حزبيه، كان لقيت كفاءه حزبيه فيا بها، وكان ما فماش نجم تنفتح على الكفاءات وتقدم، معناتها ما عندناش مشكل مع الحكايه هذه. دونك نظافه اليد، كفاءه، تحوير يكون كفاءة سياسية، كفاءة سياسية 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 ولا معناتها انت وانت، خاطر انت والوزارات، معناتها فما وزارات معناتها تقنية يلزمها، معناتها يكون واحد هو ليديال، تنجم تلقى معناتها في احزاب يكون عنده معناتها الكفاءة الحزبية وزاد كفاءة معناتها تقنية في الوزارات معناتها الاقتصادية والوزارات اللي فيها. هو الحاجة لازم تكون ما يلزمش التحوير يصير تحت ضغوطات، خاطر اليوم اللي حاسينه انه فما ضغوطات زوز احزاب معناتها اللي في التحالف الاستراتيجي قررت تعمل بالضغوطات، وراو الضغوطات هذه بتنجم كانوا تضر معناتها. زوز راه متناقضة اون بلوس، فما شكون مع سد الشغور، فما شكون مع تحوير شامل معناتها للحكومة. انتم وين بالضبط؟ احنا لا احنا لازم يكون تحوير شامل عنده رؤية واضحة. شامل مع الشامل. معناتها إيه؟ معناتها إي كومبري معناتها وزارة ما عندناش مشكلة، معناتها تجي تقيم ونحكيو ما فما حتى. ما عندكمش خطوط حمراء معناتها وزارتنا ما يتمسوش. شوف بالنسبة لنا راهي من مشمولات رئيس الحكومة. لا واضح. لكن فما مشاورات. خاطر غدوة راهو. فاش قام مشاورات؟ مشاورات أوكي هي تقعد مشاورات. أي مشاورات. لكن غدوة راهو إذا كان تفشل الحكومة. راهو سي رئيس الحكومه وفشل الحكومه، مش من بعد يقولوا لا والله النهضه والنداء حطوهم دونك فشلوا هما. لا سي با، معناتها اليوم يزمو يتحمل، معناتها الدستور اعطاه صلاحيات اليوم رئيس الحكومه، دونك يزم باش بتكوين فريق وغدوه هو باش يتحاسب. اسئله سريعه، انتم مع تغيير وزير الداخليه اليوم في الحكومه ولا؟ والله ما تحاورناش في الموضوع هذا. انا شخصيا ما عنديش الوهبه، ما تحاورتش في الموضوع. ليه شخصيا انت هيك؟ والله بوم مراش شخصيا يعني. اليوم شنو صار؟ حسين تابع لفريق تونس. باهي ثواني نعطيك حكومة السي حبيب الصين قامت بحرب على الإرهاب ونجحت فيها. حكومة يوسف الشاهد واصلت على نفس المنوال وكانت ناجحة وزادت عليها حرب على الفساد. دونك اليوم كيش تغير حد أنت باش تغير خاطر باش تعملوا تقييم. أنا نرى أنه فما بتتر حاجات أنا ما نعرفهمش خاطر تعرف الداخلية وكذا، معناتها نجم نكون مش مطلعين عليها. إذا كان رئيس الحكومة باش يعمل التقييم ويشوف أنه بتتر فما إخلالات ينجم يغيرهم، إذا كان الأمور معناتها ماشية وفي نفس الوقت. خلينا نقولوا اليوم المشكل في زوز وزارات، وزارة الداخلية وزارة التجارة.
وزارة التجارة بما أنه زيد العذاري هو أمين عام حركة النهضة وتنحيته من المنصب هذا من الوزارة النجم يكون يمثل فشل لحركة النهضة خطر على رأسه هو أمين عام بتاع الحركة. سنين يقول لك وزارة الداخلية من أهم الوزارات الحساسة والسيادية اللي ممكن تخلق لنا مشكل. ليها فسر الحاجة أنا مراش عليش وزارة الاقتصاد ساعة معتها مش خاطر واحد معتها هو كاتب معتها أمين عام وإلا رئيس. احنا مثل صارت لنا في حكومة سلاح بيبسيد سياسين إبراهيم كان رئيس الحزب وكان هو وزير التعاون الدول تنمية وتعاون الدول اللي قعدنا قلنا انه هو معناتها دير قال هو معناتها باش يخرج من الحكومه وعباد اخرين دخلت في مكان وخاطر ذاك من صار معناتها ريناه معناتها قمنا به ما عندناش مشكل ماهيش يعني فماش علاش معناتها تقول هو خاطر امين عام الحزب باش يكون يعني هذه ديما تقعد نرجع راهو يلزم تخلي رئيس الحكومه هو اللي ما غير الضغوطات هو اللي يختار فريقه خاطر عنده دي كريتير ينجم يكون نجح كأمين عام في حزبه لكن في الحكومة معناتها فما خيارات أخرى هذا هو معناتها. شكرا لك نبيل شمك عضو المكتب الوطني لحزب أفريق تونس ومدير الحملة الانتخابية السابقة للحزب شكرا لك على قبولك الدعوة في الكابوتشينو ميرسي بوكو شكرا يعطيكم الصحة كابافان الكلمة ليك.